خير على حضراتكم. اهلا بيكم معانا حلقه يوم الاربعاء 5 ابريل 2023. حقيقه احنا كثيرا ما نشكر الله لان مصر قاطنه في منطقه تعج بالازمات. والحقيقه انه زي ما اتعودنا دايما ان ربنا بينقذ مصر، بيحافظ على مصر، خصوصا لما اولادها بينقذوها، بيساعدوها، فكروا فيها، اشتغلوا بإخلاص، استخدموا ضميرهم، بيضحوا أحيان كتير علشانها، بيرفعوا اسمها عالي سواء هم جوه أو بره، العالم كله بيشهد لهم. ترجع مصر تفوق ويرجع العالم يقولك إيه الدولة دي؟ الدولة دي ليها حضارة قديمة قوي وكانت مفصل مهم جدا في مراحل تاريخية كثيرة في المنطقة وفي العالم. مش عايز أعدد المراحل ديت والأمجاد دي لأنه يدوبك أكلمكم شوية عن المنطقة بيحصل فيها إيه. إحنا عندنا مصر في محورين كده أفقي ورأسي جغرافيا تقريبا في قلب العالم، وعلى الشمال ليبيا. وما أدراكم ما يحدث في ليبيا، عطلة غير طبيعية وقوة كبرى دولية مستفيدة من استمرار الوضع على ما هو عليه في ليبيا، وأمم متحدة تحاول ولكن القوى الكبرى تضغط عليها وهي اللي بتمول الأمم المتحدة، فتجد أن كل خطوة بعطلة وكل خطوة بتليفونات وكل خطوة باتفاقات. وزي ما قلت لكم قبل كده، ما أريد لهذه المنطقة هو أن يحصل بعد حتى بعد الثورات ما خدت اللي خدته والدول الكبيرة دي ابتزت اللي ابتزته، واللي كانوا تابعين للقوة دي أخدوا فلوس عشان يخربوا حتى بلادهم مش بس جايين من بره، ونقول بقى خلاص بقى كفايه كده، ولابد ان الامم المتحده تقود مسارا سلميا هادئا ونجلس الى طاوله المفاوضات. فاذا بنا بحسابات القوى اللي على الارض المدعومه من هذه القوى الاجنبيه اصبحت فصائل الارهاب جزء لا يتجزأ من النظام السياسي في عده دول، وتتفاجئ ان هم قاعدين مع حضرتك على الترابيزة ومش عايزين يحلوا، وبكل 5 دقائق يجروا يعملوا تليفون ويشوفوا سيادهم عايزين ايه ويبيعوا حتى لو كانت بلدهم. ازمة ليبيا مش وحيدة في المنطقة، عندنا تحت السودان اللي لغاية النهاردة لم يتفق على مسار دستوري وسياسي سلمي، وبس كل اللبانة اللي في بقهم انه يكون المسار مش عسكري وانه يكون تسليم السلطة للقوى المدنية، والخراب هو هو، والفقر هو هو، والنزاع هو هو، والتضحية بمصلحة البلد هي هي، وعدم احترام مصلحة الجماهير السودانية الطيبة الغلبانة هي هي. ما هي بلد غنية، ده السودان دي مليانة خيرات ومليانة كنوز، وبعد ما راح النظام الإرهابي اللي كان بيحكمها يعني لازم يضمنوا رجل في المنطقة علشان يفضلوا يسحبوا ويشفطوا. عندك على اليمين في البحر الأحمر، والبحر الأحمر في مشاكل تبدأ من مضيق باب المندب تحت، واليمن والفوضى والحوثيين واللي عاملينه هناك، وتهديد سوريا. اليمن ضاعت بس هم بيهددوا سوريا دلوقتي، والدعم الإيراني للحوثيين، وبعد اللقاءات الجديدة بين إيران والسعودية هنشوف هتلتزم إيران بتعهداتها ولا لأ. تطلع شوية طبعا مضيق باب المندب تحت على اليمين بيهدد أصلا الملاحة في كل البحر الأحمر، فهو معدي عليك لغاية سيناء ولغاية إسرائيل. حماية الملاحة في البحر الأحمر وحرية هذه الملاحة. تطلع فوق من البحر الأحمر تواجهك بقى مشاكل فلسطين والحكومة شديدة التطرف اللي موجودة دلوقتي في إسرائيل، وفوقيها
يمين وفوق تلاقي بقى لبنان، سوريا، العراق، كل دي بلاد خربانة. وقدر مصر أن تكون وسط هذه الدائرة الملتهبة. حتى الشمال اللي مفترض أن يكون هادئا لا يخلو من مشاكل الهجرة غير الشرعية والتهريب عبر البحر الأبيض المتوسط. فجنوب المتوسط اللي هو مصر وليبيا وشمال المتوسط بقى اللي عندك بقى إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، كل الدول اللي يهمها الشمال ده أن يكون هادئا، وقبرص طبعا واليونان، كل ده يعول على مصر في حل تحدياته. والحقيقة مصر ما بتقولش الكلام، أنا بقول الكلام ده لأنه أنا راجل غلبان إعلامي ببصركم بالحقيقة، وممكن أقدر أقول كمان اللي الدوائر السياسية ما تقولوش علشان الموائمة، في ظل حرية كاملة ننعم بها الحمد لله في مصر. لكن مصر فعلا ده قدرها ودي أعبائها. عندك علاقة مصر بالسعودية وجر معاها بقى مشاكل تهديدات أمن الخليج كلها، الإمارات والكويت وعمان والبحرين يعني حاجة. الحقيقة أنه مصر هي مش بس زي ما بيقولوا رمانة ميزان، لا، مصر الآن أصبح لها دور قوي جدا في مجرى حياة المنطقة. المنطقة رايحة لفين؟ وأظن في مواقف عديدة شفنا رجاحة العقل وشفنا الحكمة وشفنا إزاي مصر بتقدر إن هي تحل مشاكل في الداخل الليبي، في الداخل الفلسطيني، في لبنان، ومشاكلهم السياسيين اللي مصرين يقطعوا في لحم اللبنانيين لغاية آخر نقطة دم، حاجة يعني ما بعدها عجب. بيقول لك أصله بلد متعدد ومتنور وديمقراطي. ديمقراطي إيه؟ هي الديمقراطية إنك تخرب البلد بالمنظر ده؟ ما تعتذر يا عم وتعتزل وتقعد في بيتكو، ولا تشوف الفلوس اللي جايلك منين وكفاية كده. كفاية ما خلاص، ما بقى عندك كل واحد في الطوائف دي بقى عنده مليارات، مصرين برضو يطبقوا على نفس الشعب اللبناني، مش عارفين يختاروا رئيس اهو بقالهم سنين مش بقالهم شهور. طيب دور مصر ده مش ليه قوام؟ مش ليه رؤية؟ مش ليه استراتيجية بناء عليها بتشوف مصلحتها وبتشوف مصلحة الدول اللي حواليها وبتشوف كمان العالم رايح لفين؟ ده اللي احنا هنحاول نتلمسه النهاردة في فقرة الحوار مع الأستاذ عصام الكشف، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، في ظل متغيرات عالمية مجنونة مش سريالية زي ما قال ترامب امبارح على محاكمته في أمريكا. لا، متغيرات مجنونة لم يسلم منها أحد، لا دول غنية ولا دول فقيرة، وضغوطات اقتصادية غير طبيعية، وطبعا بتتبعها ضغوطات سياسية. ده اللي هنتكلم فيه في فقرة الحوار. تعالوا نبتدي أخبارنا بإشادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسهامات رئيس قبرص المقدرة من مصر خلال السنوات الماضية في تعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين مصر وقبرص من مختلف مواقع المسؤولية اللي شغلها سابقا. خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي، أكد السيسي على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الحقوق السيادية والمياه الإقليمية لكل دول المنطقة. تعالوا نشوف جزء من هذا الاستقبال ونرجع نكمل كلامنا. فخامة الرئيس نيكوس خريستو دوليدس، رئيس جمهورية قبرص الصديقة، السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أعرب عن سعادتي البالغة باستقبالكم اليوم في القاهرة وترحيبي بزيارتكم الأولى إلى مصر كرئيس جمهورية قبرص الصديقة، وتقديري البالغ لأن تكون مصر هي وجهتكم الإقليمية الأولى عقب انتخابكم كرئيس لبلادكم، وهو الأمر الذي يعكس حرصنا المشترك على العلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا وشعبينا الصديقين.
اسمحوا لي يا فخامة الرئيس أن أشيد في هذا السياق بإسهاماتكم المقدرة خلال السنوات الماضية في تعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا من مختلف مواقع المسؤولية التي شغلتموها سابقاً، كما لا يفوتني كذلك الإشادة بالإسهام القيم للرئيس السابق نيكوس إناستاسيادس في تعزيز أواصر الصداقة بين بلدينا وبما قام به من جهد صادق في هذا الصدد على مدار 10 سنوات. السيدات والسادة، انطلاقاً من حرصنا على تقويض شراكتنا التالية الثنائية، فقد استعرضت مع فخامة الرئيس خلال مباحثاتنا اليوم مختلف مسارات أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، واتفقنا على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة بهدف تحقيق نقلة نوعية في كافة جوانب التعاون الثنائي، وعلى رأسها التعاون في قطاع الطاقة بما يشمل مشروع الربط الكهربائي ونقل الغاز القبرصي لمحطتي الإسالة في مصر، أو التعاون في أطر جديدة مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري ودعم التعاون في جميع المجالات التنموية والاقتصادية، فضلاً عن استمرار العلاقات العسكرية المتميزة. كما توافقت مع فخامة الرئيس القبرصي على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إذا كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي هذا الصدد أكدت لفخامة الرئيس على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الحقوق السيادية والمياه الإقليمية لكل دول المنطقة. كما أكدت لفخامتي كذلك على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية ودعم مصر لمساعي تسويتها وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أي طرف بهدف خلق أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن. لقد كان لقاؤنا اليوم كذلك فرصة مواتية لتأكيد تثميننا للشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ولما تمثله آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث من مثال يحتذى على جميع الأصعدة، ومن ثم اتفقنا على أهمية الإعداد الجيد للقمة القادمة لآلية التعاون الثلاثي والتي سيسعد مصر أن تستضيفها خلال العام الجاري. كما تم التطرق إلى القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث توافقنا على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت، وشددنا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بما يتسق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت لفخامة الرئيس ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان ودفع جهود التسوية النهائية من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين. كما أطلعت فخامة الرئيس القبرصي على مساعينا المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة، وعلى جهودنا المتواصلة للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد بما يحقق تطلعات جميع الشعوب في التنمية جنباً إلى جنب مع الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه. احنا طبعاً بنرحب بالرئيس القبرصي الجديد نيكوس خريستو، الحقيقة جه بعد الرئيس نيكوس أناستاسيادس، الحقيقة بذل جهد كبير جداً، وأعتقد أن قبرص هتخلد لأناستاسيادس أن هو اللي ساهم في حماية الأمن الإقليمي واللي كون الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقبرص واليونان، واللي رسم الحدود البحرية، واللي حمى مقدرات قبرص واليونان المائية، والبحث عن الغاز فيها من أطماع بعض القوى الإقليمية اللي موجودة في المنطقة. من جانبه
الرئيس القبرصي نيكاس خريستو عبر عن شكره للرئيس السيسي وقال انه شرف عظيم ان يزور مصر اليوم لاول مره بصفته رئيس لجمهوريه قبرص، وقال انه قبرص لها شراكه ناجحه مع مصر تتسم بالاحترام المتبادل، وقال نسعى لتوطيد العلاقه مع مصر لصالح البلدين، ومصر تلعب في المنطقه دورا رائدا وحاسما، وتعد شراكتنا معها ناجحه لانها تتسم بهذا الاحترام. والحقيقه هي حاجه طيبه جدا منه انه يكون فعلا زي ما قال سياده الرئيس اول وجهه اقليميه بعد توليه رئاسه قبرص هي القاهره. تعالوا نسمع جزء من كلمه الرئيس القبرصي ونرجع نكمل كلام. مساء الخير جميعا. أولا أن أعبر عن خالص شكري صديقي الرئيس السيسي وعلى كلماته الرقيقة وعلى الحفاوة والكرم اللذان يميزان الضيافة التي قدمها لي ولوفد بلدي، وذلك خلال شهر رمضان المبارك. إنه لشرف عظيم لي أن أزور القاهرة اليوم لأول مرة بصفاتي رئيسا لجمهورية قبرص، بدافع من شعور بالشرف والمسؤولية، ولكن أيضا بإرادة سياسية واضحة لزيادة تعزيز علاقتنا الممتازة والتاريخية. مصر هي وجهتي الثانية إلى الخارج بعد زيارتي لدولة اليونان، وهذا له أهمية رمزية كبيرة، وأكثر من ذلك فهي لها أهمية أساسية لأنها تعكس إرادتنا السياسية الواضحة لتعزيز علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وهي علاقة نسعى لتوطيدها وتطبيقها لصالح كل البلدين، ولكن أيضا لمنطقتنا بأكملها، وهي منطقة تلعب فيها مصر دورا رائدا وحاسما، وتعد η Αίγυπτος διαδραματίζει καθοριστικότατο ρόλο, καθορίζει, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό, θα έλεγα, ρόλο. Αυτή η σχέση, της Κύπρου με την Αίγυπτο, είναι επιτυχής, διότι στηρίζεται στη βάση κάποιων δεδομένων. Και τα πιο βασικά από αυτά τα δεδομένα είναι ο αλληλοσεβασμός και η ειλικρίνεια που διέπει τις συζητήσεις μας, διεκπερώνεται σε ισότιμη βάση πάντα στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς δικαίου, υπηρετεί εξίσου τα συμφέροντα και των δύο χωρών. Δοκτώρ Καρίμ Μουστάφα, البحث في العلاقات الدولية. مساء الخير يا فندم. Hello. Δοκτώρ Καρίμ. Hello. دكتور كريم سامعني؟ دكتور كريم؟ ألو؟ دكتور كريم مصطفى سامعني حضرتك؟ يعني في مشكلة في الاتصال يا جماعة. طيب معلش نحاول نتصل تاني، لأنه الحقيقة الموضوع مهم والملفات اللي بيننا وبين قبرص كتيرة جداً. ألو؟ ألو؟ الملفات اللي بيننا وبين قبرص ملفات مهمة قوي، ولما مصر كونت منتدى غاز شرق المتوسط اللي الحقيقة دخلت فيه كل الدول المهمة حتى إسرائيل، إنه هذا الغاز يعني يكون فيه زي مش عايز أقول بورصة، لكن يكون فيه جهة للتعاون بين هذه الدول المنتجة للغاز، ومصر من ضمن هذه الدول اللي بتنتج الغاز الطبيعي بكمية كويسة جدا والحمد لله، خصوصا بعد الاكتشافات الحقول الأخيرة. وأيضا مصر بيسال في محطاتها الغاز علشان يصدر لأماكن أخرى، يعني في دول زي إسرائيل ممكن تبعت لنا الغاز الطبيعي نحوله لغاز مسال. دكتور كريم مساء الخير. حمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. ما كنتش عارف اسمعك، كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب يا فندم، ورمضان كريم علينا جميعا. دكتور كريم، يعني أهمية هذه الزيارة وأن تكون أول وجهة إقليمية لرئيس قبرص الجديد هي القاهرة في رأي حضرتك؟ طبعا يا فندم، زي ما حضرتك يعني ذكرت، هي الزيارة الأولى للرئيس القبرصي خارج أوروبا إلى القاهرة، وطبعا بلغة الأرقام حاليا في من عام 2014 لحد دلوقتي، يعني حدث أو كان فيه
تسع زيارات، يعني دي الزيارة التاسعة على المستوى الرئاسي بالرؤساء الدول. الرئيس السابق زار، الرئيس القبرصي السابق زار مصر 5 مرات، والرئيس القبرصي الحالي دي الزيارة السادسة، وكما قام الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة قبرص 3 مرات. وده بيدل طبعا في الفترة الزمنية دي على أهمية وقوة ومتانة العلاقات وأنها استراتيجية بين البلدين. الحقيقة إن العلاقات المصرية القبرصية يعني متعددة الأوجه والجوانب، ويأتي على رأسها الشق الاقتصادي زي ما حضرتك ذكرت. طبعا مصر لديها طموح أن تكون تلعب دور يعني رائد إقليميا أو تكون مركز إقليمي للطاقة، سواء فيما يتعلق زي ما حضرتك ذكرت بي أن يكون في من حقل أفروديت في قبرص يتم تصدير الغاز إلى مصر وتسييله ثم مرة أخرى إلى أوروبا من خلال قبرص واليونان، أو من خلال تصدير أيضا الكهرباء، توجد كهرباء يعني حجم أكبر من احتياجات المصرية، وتسعى مصر أيضا ويتم حاليا في الوقت الحالي العمل على تصدير الكهرباء المصرية إلى أوروبا أيضا من خلال قبرص ثم اليونان وأوروبا طبعا بصفة عامة. ده على المستوى الاقتصادي. اتفضل. اسمح لي عايز أسألك عن يعني قدرة مصر الدبلوماسية اللي من خلالها استطاع رئيسها عبد الفتاح السيسي إقناع رئيس قبرص ورئيس اليونان بهذه التكوينة شديدة الأهمية اللي هي غير قبل غاز منتدى غاز شرق المتوسط، اللي هي الحفاظ على شرق المتوسط والمياه، ترسيم الحدود البحرية والحفاظ على المناطق اللي تخص قبرص وتخص اليونان، واللي كانت طبعا طمعانة فيها قوة إقليمية أخرى معروفة. يعني خلينا نوضح لحضرتك ان المشكله، او لسه طبعا للساده المشاهدين، ان المشكله الرئيسيه في منطقه غاز شرق المتوسط ان منطقه غاز شرق المتوسط هي من المناطق الغنيه والواعده بالعديد من اكتشافات الطاقه والغاز، الا انها بتعاني من مشكله رئيسيه وهي عدم وجود توافق بين الدول يعني حول الاتفاقات او حول ترسيم الحدود البحريه بينها وبين بعضها البعض. هناك بعض الدول التي لها اطماع، هناك بعض الدول التي لا تلتزم بالقانون الدولي، هناك سعي، وبالتالي قامت مصر او الدور المصري او كان الهدف او الرؤيه المصريه انها تسعى بتقوم بدور محوري او دور اللاعب الذي حاول التوفيق بين جميع الاطراف من خلال الحفاظ على حقوق الجميع، وتقوم مصر بتسريع وتيره الاتفاقات وترسيم الحدود من اجل الاستفاده من هذه الثروات. يعني لن نستطيع الاستفاده من الثروات المتواجده في منطقه شرق المتوسط والجميع يعني لا يرغب في ان يكون هناك توافق او اتفاق او نوع من انواع الدبلوماسيه. وبالتالي في هذا الصدد او من خلال هذه الرؤيه للمنطقه والثروات قامت مصر يعني بالمبادرة وبإقناع هذه الدول بأن يكون هناك نوع من أنواع التعاون، التحالف، العلاقات الاستراتيجية بينهم الدول الثلاثة، ويتضح أهمية ده. وطبعا الزيارة الحالية للرئيس القبرصي لمصر والزيارات السابقة واللقاءات المتوالية خلال السنوات السابقة تدل على اقتناع يعني الجانب المصري والجانب القبرصي والجانب يعني الجانبين بأهمية وأنهم يسيروا في الطريق السليم. طب أخيرا دكتور كريم، هل هناك حراك في قضية قبرص الموحدة اللي طبعا جزء منها في اليونان أو يعني بيسمى قبرص اليونانية وقبرص التركية؟ والحقيقة يعني قضية كل الأحقيات القانونية فيها واضحة، ومصر تدعم قبرص واحدة موحدة، إلا أنه التعنت من جانب الجهات الأخرى. هل هناك في أي تغيير في هذه القضية؟ يعني خلينا نوضح أن الموقف المصري هو موقف واضح وموقف ثابت تجاه هذه القضية، وهو الموقف الذي يتماشى مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة. وبالتالي مصر تلتزم بكل ما هو يعني هناك توافق عليه من خلال الجماعة الدولية كما يقول، ومن خلال القانون الدولي. وبالتالي مصر تدعم الحقوق القبرصية في هذا الإطار وفي هذا السياق. وموقف مصر هناك تطمي، يعني حتى إن كان هناك نوع من أنواع، كانت هناك زيارة سابقة من وزير الخارجية التركي إلى مصر، إلا إن لا يوجد هناك تقاطع أو لا يوجد هناك تعارض طبعا.
ما بين الموقف المصري إزاء القضية القبرصية أو الخلاف القبرصي التركي وما بين أي توجه آخر نحو العلاقات مع تركيا. بشكرك جدا دكتور كريم مصطفى الباحث في العلاقات الدولية، ونتمنى أن تحصل قبرص على كامل أراضيها وأن تعود تركيا يعني مش هقول للوراء لكن تعود للرشد الدولي وتعود للحقوق بالهدوء وبالمباحثات وبالمفاوضات. المتحف القومي للحضارة المصرية استقبل النهاردة الرئيس القبرصي نيكاس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص والوفد المرافق لسيادته، وكان في استقبالهم فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل اللي رحبت بيهم طبعا واصطحبتهم في جولة تعريفية داخل المتحف وما يحويه من مقتنيات أثرية فريدة في إطار سلسلة زيارات رسمية يشهدها المتحف. الجولة تضمنت قاعات العرض المختلفة، مبنى الاستقبال، المنطقة المطلة على بحيرة عين الصيرة، وطبعا في الرئيس القبرصي كتب كلمة في سجل زيارات الشرف، سجل الشرف بتاع متحف القومي للحضارة. أيضا زار المسرح المكشوف والمسبغة الأثرية الفريدة اللي بيعود اكتشافها للعصر الفاطمي. محمد مختار أمين المتحف قدم شرح وافي عما يضمه المتحف من قطع أثرية متفردة داخل قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري اللي بتحكي تاريخ الحضارة المصرية عبر عصور مختلفة وما ينفرد به المتحف من مجموعة من مومياوات ملوك وملكات مصر. طيب كده المحور القبرصي في مصر انتهى ونقدر نخرج فاصل ونرجع نكمل أخبارنا.